Hello, good morning. How are you today? Are you okay? Today is Wednesday and we are studying English. طبعا today we have a activity book أو work book إن كتاب التمارين. طبعا إن on Monday إحنا شرحنا أدوات السؤال حكيت we have four ببلش في WH questions بنسميهم أدوات السؤال who يعني من where when what ماذا أو ما وين متى. حكيت لكم مهمة جدا نتقنهن ونحفظهن. بس بدي أراجعهن على السريع. الوير معناها أين وين يعني who من when متى و what ما. الوير بتسأل عن إيش؟ عن place مكان. الهو عن person شخص. والوين بتسأل عن time أو وقت يوم أو تاريخ أو ساعة. والوات لها علاقة بالويذر اللي هي حالة الطقس. طبعا everyone open your activity book page number 32 exercise number 1 make questions and answer. أنا بدي أسأل وأجاوب دائما يا ثالث. طب أنا عندي سؤال أنا على حسب السؤال بدي أبحث عن إجابته. إذا where بدي أبحث عن مكان. إذا who عن شخص. إذا when عن وقت. إذا what بتكون لها علاقة بالطقس sunny, rainy, snowy, windy, any, cloudy, أي شيء. في عندي سؤال بدي أكمل هون إجابته. Number one بقولك where were you at 5 o'clock؟ أمس وين كنت الساعة 5؟ بجي بطلع. في عندي أنكل شخص. في عندي windy طقس. في عندي hospital مكان. وعندي all day وقت. طيب where يعني مكان؟ بدي إجابة مكان إيش هي؟ hospital مكان. إذن I was at the hospital. 2. Who were you with؟ مع مين كنت؟ يعني بدي أشخاص. هل كنت مع الأنكل ولا ويندي ولا all day؟ يعني عليك وكنت مع أنكل. إذن 2A. 3. When were you there؟ when أمتى؟ متى كنت هناك أنت مبارح؟ كنت ويندي غائم عفوا عاصف ولا all day طول الوقت؟ يا سلام هذا time. إذن 3D. 4. What was the weather like؟ كيف كان الطقس؟ الويذر يعني إيش بخص الويذر؟ windy. It was windy. B. Done. هذا الهن. ننتقل للسؤال الثاني. Make questions. السؤال مخربط بدي أعيد ترتيبه. دائما ببدأ في WH question بعدين U. طبعا باستثناء الوات. الوات لها قاعدة لحال خليها هنا. هنا بنشمل بحكي عن الهو والوير والوين. هو بعدين بيجي وراها كلمة سوري هنا وير بعدين يو وبعدين بكمل هنا وات واز ذا ويذر. هادك تحفظها لايك كيف كان الطقس. بجي بطلع when there were you. دائما يا ثالث لما اجي ارتب جمله ببلش في اللي فيها كابيتال. مين اللي فيها كابيتال؟ الوين. بنزل الوين when على حسب الترتيب. when where you when where you there متى كنت هناك. واهم شيء احط لك question mark. 2. the weather what like was. وين الكابيتال فيهم؟ what. what بيجي واش قلنا وراها was. what was the weather like؟ كيف كانت حالة الطقس؟ طبعا علامة السؤال اريد حاطينها لنا. 3. with you who where. مع مين ببلش؟ مع الهو لانها كابيتال. who بقول who were you with. مع مين كنت؟ وآخر شيء مين الكابيتال؟ طبعا هون ممكن تحكي لي كابيتال. لا ما بلشت في الكابيتال. أنا بدأت في كابيتال. where were you where you on Tuesday. وين كنت يوم الثلاثاء؟ هذول تدريبات مهمة جدا. ها هون مهم كمان. أوكي أعيد ترتيب السؤال بالشكل الصحيح. هلا انتبه الى هون. look at the picture answer the question. في عندي picture تعال نحللها مع بعض. في عندي هذا تشارلي
Okay. هذا تشارلي الولد. He is 3 years old. عمره 3 سنين. And this is Aunt Daisy. هاي Aunt Daisy. هذا البنت وش اسمها؟ هاي فلو. لا مش فلو. آه فلو. فلو. تشارلي. دايسي. وهذه مين؟ شوفها. هاي ما عرفت 7 سنين. ما عرفت مين هاي. طيب. طلع عليهم. أنا بحسهم في محل كله شوبس محلات. فالمحل اللي بيكون جواته محلات كثيرة شو بنسميه؟ بنسميه شوبينج سنتر. مركز تسوق. صح؟ زي المول. طلع هنا هون محل. هون طلع كله محلات. هون محلات. ممكن نسميه شوبينج سنتر. مركز تسوق. إذا كلهم وين محلهم؟ بالشوبينج. كيف عرفنا إنه شوبينج سنتر؟ في محلات. There are a lot of shops. هاي شوبس. دريسز. هذا جيفتس هدايا. هون في ما انا شايفه لايبراري شكلها مكتبه. طيب كمان اذا عرفنا الاشخاص وعرفنا المكان. في عندي هون كلوك. هاي ساعه. طيب اذا طلعت الساعه هون 12. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انا وات از ذا تايم؟ كم الساعه؟ طبعا لما يكون الطويل على ال 12 يعني اوكلوك تماما، والصغير على ال 11 it is 11. It's 11 o'clock. الساعة 11 تماما. طيب نيجي نجاوب على الأسئلة. Where was Charlie yesterday؟ تشارلي وين كان مبارح؟ He was at the shopping center. حكيت لكم احنا في الشوبينج سنتر. كان بالشوبينج سنتر. طيب 2. When was he there؟ متى كان هو هناك؟ قديش الوقت؟ الوقت يعني تايم يعني كلوك. قديش كانت الساعة؟ يعني عليكم. He was there. كان هناك at 11 o'clock. الساعة 11 تماما. طيب who was he with؟ مين كان معه؟ مين الشخصية اللي بنعرفها معه؟ إذا هلا تشارلي يعني ولد، بنقول عنه he was with كان and Daisy. كان مع العم دايسي. He was with Aunt Daisy. طيب what was the weather like؟ كيف كان الطقس؟ طيب أنا بقول لكم إحنا جوا المحل صعب نشوف الطقس، بس طلع في عندي ويندو جايب السقف هنا. هيها شايفين؟ في هنا هاي الشمس. هيها هنا. إذا كيف كان الطقس؟ It was sunny. كان مشمس. It was sunny. كان مشمس. أوكي هذا هو الحل. هذا السؤال الأخير. answer the questions for you. جاوب على الأسئلة بالنيابة عنك. طبعا إحنا كثير عملناهم في المحادثة وكثير يعني مروا علينا، بس أنا بدي أجاوب عن نفسي وكل واحد يجاوب عن نفسه. هذا المفروض واجب إليك، بس أنا بدي أحل عن نفسي. where were you yesterday؟ I was. أمس وين كنت؟ I was at the university. كنت بالجامعة.